انضم إلينا من الرياض سفير وخادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد الجابر. أهلا بك معالي السفير. بداية معالي السفير، تواصل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للأشقاء اليمنيين على كافة الأصعدة معالي الوزير، يأتي هذا الأمر بمنح الإقامات لحاملي هوية زائر، كيف تعلق؟ أهلا وسهلا أخي إسماعيل، أهلا بك وحي المشاهدين. حياك الله. الحقيقة اليمن يمر بمرحلة صعبة في تاريخه، وهي مرحلة يعني غير مسبوقة، وكما يعلم الجميع بأن اليمن بالنسبة للمملكة العربية السعودية دولة جوار، وأهلها أشقاؤنا وإخوتنا وأهلينا، وأيضا تربطنا عواصر أخوة ونسب ومصاهرة، والمملكة أصلا منذ عقود تدعم اليمن في كافة المجالات، سواء كان هذا على مستوى البنى التحتية أو الخدمية، أو حتى بعد قيام الحوثيين ميليشيات الحوثيين وبتمويل ودعم إيراني بتدمير مؤسسات الدولة وتهجير وطرد اليمنيين من قراهم ومدنهم ومنازلهم وأيضا من وظائفهم. وسيدي خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين حريصين كل الحرص على الأشقاء اليمنيين، فمنذ بداية الأزمة تم السماح للأخوة اليمنيين للدخول المملكة العربية السعودية، حتى أن معظمهم لا يحمل جواز سفر، وتم منحهم عن طريق الحكومة اليمنية والخارجية اليمنية في ذلك الوقت إثباتات بأنهم يمنيين، ثم منحوا أيضا لاحقا جوازات من سفارة وقنصلية اليمن المملكة العربية السعودية، ومكنوا من دخول المملكة العربية السعودية والعيش جنبا جنب مع أخوانهم السعوديين والأخوة اليمنيين المقيمين من السابق في المملكة، وأيضا هم يحصلون على الخدمات التعليمية والصحية أسوتهم بإخوتهم من المملكة العربية السعودية. نعم سعادة السفير، يعني عذر عن المقاطعة، ولكن كيف سينعكس ذلك على الأشقاء اليمنيين المتواجدين في المملكة أيضا؟ هو الحقيقة انعكاس إيجابي، سواء كانوا في المملكة العربية السعودية أو حتى وإن كانوا في اليمن، فالأخوة اللي يحملون إقامة جزائر أصبح الآن لديهم إقامة دائمة، يتساوون في ذلك مع أخوتهم اليمنيين وأيضا أي جنسية أخرى من العربية السعودية في الحقوق والواجبات، وأيضا لديهم القدرة على ممارسة الأعمال وفق المهن التي يختارونها كفلائهم والمؤسسات والجهات التي سيعملون لديها. لكن السؤال من طرف آخر، ماذا سيقدم ذلك لأهليهم في اليمن؟ أنت تعرف كل عائلة أو كل شخص في المملكة العربية، كل شخص في اليمن لديه أسرة، أقل أسرة تكون من 5 إلى 7 أشخاص، كما أنهم أسر وعوائل مترابطة، فبالتالي سيعم النفع، كل شخص سيقف خلفه من 7 إلى 10 أشخاص في اليمن يستفيدون من الدخل الذي يحصل عليه ومن الجهد من عرق جبين الذي يرسله لأهله وذويه في اليمن. ونسبة العمالة اليمنية في المملكة العربية السعودية وصلوا الآن أكثر من 2 مليون نسمة، وهم يمثلون نسبة 20% من العمالة الأجنبية في المملكة العربية السعودية، ويمثلون أيضا 50% تقريبا من القوى البشرية العاملة في اليمن، نسبة كبيرة سعادة السفير لأهليهم في اليمن بشكل سنوي. نعم نسبة كبيرة سعادة السفير، 2 مليون بلا شك، هذا رقم كبير، وهذا حرص المملكة العربية السعودية على أشقائنا وأهلنا ومنحهم مزايا تساعدهم ومتساعد أيضا الاقتصاد اليمني، لأن هذه التحويلات تساعد الاقتصاد اليمني، تساعد البنك المركزي اليمني، تساعد الحكومة اليمنية، وأيضا تصل إلى المواطن المباشر عن طريق أهلهم وذويهم العاملين في المملكة العربية السعودية، وبالتالي يكون الأمر مفيد لأهلنا وذوينا وأشقائنا في اليمن. نعم كان معنا من الرياض سفير وخادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد الجابر، شكرا جزيلا لك سعادة السفير على كل هذا الطرح وعلى التفصيل والتوضيح.